طبعا يمتد تاريخ دبي منذ عصور قديمة جدا. دبي هي الماضي وهي المستقبل وهي الحاضر وهي المستقبل، وهذا بعد كذلك نحن نشوف تاريخ جمارك دبي اللي تأسس قبل 100 سنة، وراح نعرف أكثر عن جمارك دبي مع خليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي. أهلا وسهلا. يا مرحبا أخي عبد العزيز، حياك الله. الله يحييك. لو تعطينا نبذة عن تأسيس جمارك دبي. طيب، في البداية طبعا أشكركم على هذا اللقاء ومنبركم في تلفزيون الفجيرة، حياكم نحيي مشاهديكم الكرام جميعا. حياك الله. بالنسبة لجمارك دبي، طبعا ما يخفى على المشاهدين أن جمارك دبي هي الدائرة الرئيسية الأولى اللي كانت في دبي، هي كانت أم الدوائر يسمونها، لأن الدوائر الحكومية أول ما بدأت في دبي بدأت من جمارك دبي. جمارك دبي كان المكتب الرئيسي لحاكم دبي، منه كان يدير شؤون إمارة دبي بشكل كامل، وكانت تسمى الفرضة في السابق. والفرضة طبعا من الكلمات العربية الأصيلة اللي هي مرسى السفن، فتم اتخاذ يعني اسم الفرضة من الأيام القديمة في بدايات الـ 1900 و 1800 وتقريبا أواخر 1890 هكذا. فمما يذكر يعني في التاريخ في أثناء حكم الشيخ راشد رحمة الله عليه، باني دبي الحديثة اللي وضع يعني أساسات ما نراه اليوم من تطور كبير، فور دبي خاصة وميناء جبل علي وميناء راشد، وبعد ذلك يعني مع مسيرة سيد قاسم الشيخ محمد بن راشد اللي أكمل المسيرة وفق يعني رؤية متقدمة ومتطورة كثيرا. جمارك دبي تعتبر يعني الدائرة الأولى، وهي أم الدوائر، وهي الأساس اللي حكومة دبي بدأت منها المسيرة الأساسية. نحن في جمارك دبي طبعا تعتبر هي البوابة، بوابة رخاء دبي. كل ما تشهد دبي من تقدم في البنية التحتية وغيرها، كل تجارة دبي تمر عبر جمارك دبي. جمارك دبي أبرز المهام والإنجازات اللي حققتوها خلال 100 سنة الماضية. نعم، طبعا جمارك دبي أخي عبد العزيز ما يخفى عليك أن مثل ما ذكرت أن دورها الأساسي هي تسهيل التجارة. يعني لنا دورين أساسيين في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات. طبعا الدور الأول هو حماية المجتمع من دخول أي بضائع مقلدة أو ممنوعة أو يعني أشياء تضر المجتمع. صحيح. الدور الثاني هو دور تسهيل التجارة اللي تمر عبر يعني منافذ الرئيسية. جمارك دبي موجودة في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية، يعني في المطارات، في الموانئ سواء ميناء راشد أو موانئ ميناء جبل علي، وكذلك عبر منفذ حتى اللي بينه وبين سلطنة عمان. فكل تجارة دبي خلال 100 سنة الماضية، يعني بدأت التجارة في دبي يعني إذا قلنا قبل 100 سنة بعشرات الملايين، اليوم نتكلم عن تجارة دبي وصلت في العام الماضي قبل العام الماضي إلى مليار سوري إلى تريليون و 300 مليار درهم، يعني أكثر من 1300 مليار. يعني هذه يعني الزيادات الكبيرة نتيجة أعمال كبيرة قامت فيها جمارك دبي، من استخدام تكنولوجيا متقدمة، من استخدام أفضل الأجهزة ومتطورة جدا. وعلى سبيل المثال لا الحصر من الأشياء اللي حصلت عليها جمارك دبي خلال الفترة الماضية، أن للعلم فقط أن جمارك دبي تجارة دولة الإمارات تمر عن طريق جمارك دبي بمناسبتها حوالي 80% من تجارة دولة الإمارات. أستاذ خليل، دولة الإمارات حصلت عفوا على المركز الأول كأفضل دولة فيها بنية تحتية جمركية على مستوى العالم، يعني كانوا ماخذين جمارك دبي كمعيار في هذا الاتفاق. أستاذ خليل، لو حدثنا عن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه ويطول بعمره، عن تحويل جمارك دبي من حكومة أو من الحكومة الإلكترونية لحكومة ذكية. نعم نعم، طبعا أول ما أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد موضوع أن تحول إلى الحكومة الذكية، خلال يمكن نحن أول دائرة حكومية نفتخر في دبي أن تحولنا 100% إلى دائرة ذكية. صحيح. تحولت كل خدماتنا خلال ما يقارب 100 يوم من إطلاق مبادرة من الشيخ محمد بن راشد إلى حكومة كل خدماتها موجودة على الهاتف المتحرك. العميل يستطيع أن يعني يتعامل مع خدمات الجمارك عبر الهاتف وين ما كان، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة أو مسافر أو في الطائرة، عبر هاتف المتحرك. فكل خدماتنا الآن متوفرة عبر الهاتف المتحرك، عبر بوابة دبي التجارية اللي هي جزء من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. ما شاء الله عليكم، موفقين خير. أستاذ خليل، أي كلمة أخيرة حاب تضيفها؟
اللي نقوله دائما احنا في جمارك دبي سواء او على مستوى دوائر حكم دبي او مؤسسات وهيئات الاتحاديه على مستوى دوله الامارات، نفتخر بقياده استثنائيه في دوله الامارات، سواء القياده يعني قياده سيدي فاطمه الشيخ خليفه بن زايد، وجود سيدي فاطمه الشيخ محمد بن زايد وسيدي فاطمه الشيخ محمد بن راشد، هاي القياده الاستثنائيه تعطينا دائما دفعه قويه لكل دوائرنا وهيئاتنا ان دائما نبحث عن المركز الاول، عن التميز، عن الجديد، عن الابتكار، عن الوصول للمريخ. هذه كلها محفزات لدوائرنا، لافرادنا، للعاملين على مستوى الدوائر الحكوميه ان دائما تكون يقظه ان تتقدم الى الامام، ودوله الامارات باذن الله عز وجل دائما في المقدمه. صحيح، ما نرضى الا بالمركز الاول. استاذ خليل صقر، مدير اداره الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، شكرا لك. شكرا لك عبد العزيز. حياك الله. مشاهدينا الكرام، فاصل من بعده راح نواصل.